السلام عليكم، مرحبا. غادي نحاولوا في هذه الحصة هذه، غادي نحاولوا نتعرفوا على لا فونكسيون اللي بصفة عامة كتكتب على هذا الشكل f لي x ايتيغال a سير x افيك a ابارتيان a r اتوان. غادي نهضروا دي فاصون جينيرال في الاول. على فكرة، دونك اول حاجة هذه كتعطينا ان هايبربول، دونك في التمثيل المبياني نتاعها في التالي غادي نتلاقاو سي تان هايبربول. خلينا نحاولوا نديروا ليتيد نتاع هاد لا فونكسيون دي فاصون جينيرال اي ابري نشوفوا ابليكاسيون. دونك دي دو اف ايتيغال ا ار ايتوال، دونك اكس عندنا في الدينوميناتور يلفو كي لي ديفيرون زيرو، دونك غادي تكون مجموع التعريف هي ار ايتوال. نمشيو لاباريتي، دونك دوزيامون نمشيو لاباريتي، نمشيو نحسبوا اف دو موان دو اكس ايتيغال، نمشيو نحسبوا تعطينا ا سير موان اكس، نعزلوا الموان بوحدها تولي ا سير اكس، دونك تعطينا موان اف دو اكس، سيتادير كو ا اف سيتي اون فونكسيون امبير. دونك من حيث امبير يسوفي ندرسوها في نص نتاع مجال التعريف نتاعها. عندنا ار ايطوال يعني نقدروا ندرسوها غير في الانترفال المجال 0 بليس لانفيني. Donc soit f soit x1 x2 dans l'intervalle 0 plus l'infini, je vais calculer le taux de variation t x1 x2 est égal f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Comme le calcul نعوض f de x1 ou f de x2, donc on a a sur x1 moins a sur x2. نحاولوا نوحدوا المقام تولي لنا، نضربو هنا في x2 حتى الفوق، نضربو في x2 هنا، نضربو في x1 حتى هنا، نضربو في x1 تولي لنا ax2 مو ax1 لو تو سير x1 فوا x2 لو تو سير x مو x1 مو x2. دونك هادي نحاولو نعملو هنا بأ، تولي لنا a فاكتور دو x2 مو x1 سير x1 x2 لو تو سير x1 مو x2. دونك تولي لنا هذا نحطوه fois 1 sur x1 moins x2. هنا نحاولوا نغيروا الترتيب نتاع الحدود هنايا، وبالتالي تخرج واحد الناقص، دونك تولي لنا موان a عامل لي x1 moins x2. دونك حيت باش يبان لنا هذا الفاكتور هنا يكون فاكتور كوما باش نسامبليفيو به، وبالتالي تمشي هذا الفاكتور مع هذا تولي لنا موان a sur x1 x2. x1 x2 عندنا في الانترفال 0 بليس لانفيني، عندنا a دونك هنايا le signe de l'auto de variation il dépend de a. On est sur le premier cas, on a a si a est supérieur à 0. Alors, donc, on a a positif, mais le moins qu'on négatif, le dénominateur est positif, au pire, il y a de la quantité, ce qu'on a de négatif. D'où f est décroissante sur 0 plus l'infini. F est impair. وبالتالي غادي تحافظ على لا ديكروسونس تاعها. الوغ اف اي ديكروسونس اوسي سير لانتيفال موان انفيني زيرو. غنمشيو لا دوزيام كا، سي سي ا اي نيجاتيف. دونك عندنا لو طو دو فارياسيون لقيناه بهاد لا فورم موان ا سير اكس ان اكس دو، دونك سي ا اي نيجاتيف. الوغ غادي تعطينا لوطو بوزيتيف، حيت عندنا ا نيجاتيف مع الموان تولي بوزيتيف، لونيميناتور يكون بوزيتيف، دينوميناتور بوزيتيف، الوغ سيتي كونتيتي بوزيتيف، الوغ لوطو دو فارياسيون بوزيتيف دو اف اي كروسونت سير 0 بليس لانفيني، اف اي امبير دونك اف اي كروسونت اوسي سير لانترفال موان لانفيني 0. دونك غادي نمشيو نديرو الطابلو دو فارياسيون على حساب لو كا، لو بخوميييغ كا اي لا دوزيام كا. دونك سي نرجعو لا بخوميييغ كا، سي ا اي بوزيتيف، الطابلو دو فارياسيون غادي يكون على هاد الشكل. دونك عندنا اكس موان لانفيني بليس لانفيني، دونك ما معرفش في الزيرو، دونك من موان لانفيني للزيرو غادي تكون ديكخواسونت ديكخواسونت. و دوزيام كا سي ا اي نيجاتيف، الوغ غادي يكون الطابلو دو فارياسيون على هاد الشكل. دونك عندنا اف دو اكس غادي تكون كخواسونت من موان لانفيني للزيرو، وكذلك كخواسونت من الزيرو بليس لانفيني. الان غادي نمرو لاخر مرحله واللي هي تراساج نتاع لا كورب نتاع اف. دونك عندنا اف سويكري سو لا فورم ا سير اكس. دونك عندنا غادي نمشيو، عندنا قلنا كاين دوكا سي ا اي بوزيتيف
غادي تكون عندنا نمشيو هنايا في التمثيل حيت رحنا في بصفة عامة، دونك نقدروا نمشيو نديروا الصور نتاع بعد الأعداد. دونك يكفي مثلا الدرس غير هنايا، دونك خلينا ناخذ مثلا الصورة نتاع شي عدد هنايا، نديروا له الصورة، غادي نتلاقاو هنايا مثلا، ناخذوا بعض النقاط هنايا ونتراسيو، دونك غادي نتلاقاو لا كورب دايرة على هذا الشكل. دونك عندنا من حيث لا فونكسيون اي امبير، الوغ عندنا هاد لا كورب هذا هنايا في هاد لانترفال 0 بليس لانفيني خلي يكون سيميتريك بارابور ا او اللي غادي يعطينا باش نتلاقاو في هاد المجال من مول لانفيني للزيرو، وبالتالي غادي يكون على هاد الشكل. كذلك ممكن ناخذ بعض النقاط هنايا ولا بعض الاعداد نديرو لهم الصور باش نتلاقاو الصور. ليسونسيال ان لا كورب نتاعنا هاد البارتي من 0 بليس لانفيني وهاد البارتي اللي من موان لانفيني الزيرو خي تكون سيميتريك بارابور ا او. هنا كنقولوا بلي ان لا كورب دو سي اف ولا لا كورب سي اف اي سيميتريك بارابور ا او، وعندنا دو سامبتوت. دونك عندنا في موان لانفيني هنا كاين مقارب وهنايا يعني لاكس دي زابسيس سي تان سامبتوت دو سي دو اف بليس لانفيني، هنا كاين مقارب وهنا مقارب. كذلك لاكس دي زوردوني اللي المعادله نتاعه اكس ايكال 0، هاد لاكس هذا سي تان اسامبتوت كذلك هنايا، يعني هذا مقارب، هاد لاكورب مقارب عندها من هنايا وكذلك مقارب هنايا. نفس الشيء بالنسبه لا دوزيام كا سي ا اي نيجاتيف. الا مشينا خدينا مثلا غير من الزيرو بليس لانفيني نقدروا ناخذوا بعض الاعداد نتلقاو الصور هنايا، تكون هكا تكون هنا نيجاتيف، وبالتالي ناخذوا بعض النقاط ونتراسيو، نتراسيو غادي يكون جاي بحال هذا الشكل. وخلينا نديروا لا سيميتري نتاعه بارابور او حيت لا فونكسيون اي امبير، ونتلقاو كداير هكا. دونك يكفي كذلك في التمثيل ممكن ناخذوا بعض الاعداد هنا ونديروا لهم الصور باش نتلاقاو الصور نتاعهم ونتراسيو. ليسونسيال ان لا كورب نتاعنا غادي يجي هنايا ويجي هكا. دونك كنقولوا بلي ان او لو سونتر دو سيميتري دو سات كور و il y a aussi deux asymptotes. Il y a قلنا deux asymptotes الاول لا دروات دي زابسيس اللي كتكتب ليكواسيون تاعها اي غريغ اي تيغال ا زيرو، عندنا اسامبتوت هنايا دونك المقارب الداله نتاعنا ولا لا فونكسيون لا كورب نتاعنا عندها مقارب من هنايا من هنايا ومن هنايا كذلك من هنايا ومن هنايا. دونك نقولوا بلي ان سات كورب ادمي ان سونتر دو سيميتري ان سونتر دو سيميتري اللي هو او، وعندنا دو اسامبتوت لاكس الاول ولا داكس y تيغال ا زيرو و x تيغال ا زيرو. غادي نمروا الان ان اكزيرسيس دابليكاسيون اللي غادي نشوفوا فيه كوم تطبيق لهذا اللي شفناه بصفه عامه. كوم اكزيس دابليكاسيون غادي ناخذوا اف دو x تيغال ا 2 سير x. الان تاعنا اللي شفناه قبيله بصفه عامه غادي ناخذوها هي 2. دونك غادي نمشيو ممكن نعتمدوا على النتائج اللي درناها بصفه عامه، ولكن الان في هذا التمرين هذا غادي نحاولوا نديروا ليتيد. دونك عندنا بروميييرمون دي دو اف ايتيغال ار ايطوال، بمعنى موال لانفيني 0 0 بليس لانفيني ولا انيون 0 بليس لانفيني. دوزيامون نمشيو لا باريتي اف دو موان دو اكس ايتيغال ا 2 سي موان اكس نعزلو الموان بوحدها تولي لنا موان اف دو اكس الوغ اف اي امبير. دونك خلينا نقتصروا في ليتيد على 0 بليس لانفيني حيت غادي تكون لا كورب نتاعنا سيميتريك بارابور لو سونتر دو روبير. دونك غادي ناخذ سوا x1 x2 دون سيت انترفال 0 بليس لانفيني، يعني دي فاريابل دي نومبر بوزيتيف. دونك لو تو دو فاريياسيون غادي نحسبو كيما درنا له دين فاسو جينيرال، اف دو x1 موان اف دو x2 سير x1 موان x2 ايت ايغال 2 سير x1 موان 2 سير x2 لو تو سير x1 موان x2. نحاولو هنا نوحدو المقام تولي لنا 2 x2 موان 2 x1 سير x1 x2 لو تو سير x1 موان x2. هنا نعملو بال2 نحاولو نعملو بموان 2 باش تبقى لنا x1 موان x2، وبالتالي تولي لنا موان 2 فاكتور دو x1 موان x2 لو تو سير x1 x2 فوا 1 سير x1 موان x2. غادي نسامبليفيو بهاد x1 موان x2 x1 موان x2 تبقى لنا موان 2 سير x1 x2. غادي نلقاو لو طو دو فارياسيون تيكال موان 2 سير x1 x2. دونك كنلاحظو x1 x2 سون دي نومبر بوزيتيف الوغ هاد لا كونتيتي اي نيجاتيف، موان 2 نيجاتيف سير
deux nombres positifs, t'as un nombre négatif. Alors, f est décroissante, c'est-à-dire 0 plus l'infini. F est impair, aussi décroissante, c'est-à-dire moins l'infini, 0. Sur le tableau de variation, on a f de x, x, donc moins l'infini, 0, elle est décroissante, 0 plus l'infini, décroissante. Je suis directement la courbe. La courbe, donc je suis directement la courbe, soit maintenant la courbe 1, f de 1 est égal à 2. Il y a 2, 1, 2. On se dit le sourd à 2 maintenant, le sourd à 2, je vais dire le sourd à 1. La fonction de la courbe est un échec. On a un sample totanaya, on a un sample totanaya, on a un mokari. Neuf stars, donc on a un majeur 0 plus l'infini. Donc on a la symétrie, le centre de symétrie, on a O. Donc on a dit le moment, il a une spalade de nocta. يعني غادي يجي هكا او بطريقه اخرى مش ندير الصوره نتاع موان 1 غادي نلقاوها موان 2 والصوره نتاع موان 2 غادي نلقاوها موان 1 وبالتالي لاكور نتاعنا غادي يكون على هذا الشكل هذا ان سامبتوت دونك سونتر سيميتري و دو سامبتوت اللي هو سامبتوت هنايا دو ليكواسيون ايكغيك تيكال 0 سامبتوت دو لا دروات هاد لا دروات دو ليكواسيون اكس تيكال 0 فوالا وبالتالي نكون وصلنا للنهاية نتاع هاد ليكزيرسيس هذا كان ممكن ناخذ مثال اخر هاد ا كنا خديناها في الاول عفوا اف دو اكس لقينا خديناها 2 كان ممكن ناخذوها موان 2 لو كان خديناها موان 2 غادي يعني داك الان تاعنا غادي يكون نيجاتيف لاكور تاعنا غادي نلقاوه هنايا هنايا دونك بلا ما نعاودو ان نوتر اكزومبل غير اللي غادي نؤكد عليه هو ان في هاد لي فيديو اللي راهي ندير حاولوا تاخذ ورقه ولا تاخذ الدفتر نتاعك وكتب معايا شنو راهي ندير كتب معايا تبع معايا وروح ايطاب بار ايطاب ولاني شنو راني نقوله حاول تكسبو حتى نتايا باش حتى نتايا ولا حتى نتيا دونك باش يكون الاستيعاب احسن وإلا كانت شي اسئله ولا شي حاجه غير واضحه تقدروا تطرحوها في دي كومونتير وانا غادي نحاول نجاوب عليها مستقبلا ايا الله يوفق وبالتوفيق ان شاء الله.